مع دعوة الكونغرس لرد مباشر على إيران، إدارة بايدن تستبعد نية طهران بحرب واسعة رداً على هجوم القاعدة 22. بعد رفع استعدادها القتالي للحد الأقصى، إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على الحدود الأردنية وتبرره بعمليات انتقامية للجماعة المسلحة. البحرية البريطانية تنشر صور تدميرها مسيرة حوثية كانت تستهدف مدمرة في البحر الأحمر. الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل مدنية وسط مدينة غزة ويمنع سيارات الإسعاف من الحركة ويقتل شاباً في اقتحامات في الضفة الغربية. أسعدتم أوقاتا وتحية صباحية لكم مشاهدينا أينما كنتم، دائما برفقتنا مع قناة الحدث. أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الرياض. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أمريكية على الحدود السورية. وكان بايدن قال قبل ذلك أنه سيحاسب المسؤولين عن الهجوم على القوات الأمريكية وأن الرد بالطريقة التي تختارها واشنطن. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الهجمات تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق. الليلة الماضية في الشرق الأوسط خسرنا 3 من جنودنا الأبطال في هجوم على أحد قواعدنا، ونؤكد أننا سنرد على هذا الهجوم. ورغم أن واشنطن لم تكشف بعد عن خياراتها المتاحة للرد على الهجوم الأخير الذي طال قواتها في قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة بالبرج 22 شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، إلا أن محللين طرحوا عدة سيناريوهات محتملة لهذا الرد، ويرى مراقبون أن الخيار الأسهل والأقرب هو مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، وهو ما قامت به بالفعل القوات الأمريكية من قبل دون رد فعل من دمشق. أما السيناريو الأصعب فيتمثل في مهاجمة أهداف إيرانية في العراق في ظل محادثات سحب القوات الأمريكية الجارية. واعتبر المحللون أن تنفيذ ضربات في العراق حاليا ستكون الخطوة الأكثر جرأة رغم المطالب داخل الكونغرس للقيام بذلك. سيناريو آخر استبعده المراقبون رغم احتمالية حدوثه، وهو مهاجمة إيران مباشرة، مشيرين إلى أن إدارة بايدن أتاحت لها الفرصة أو أتيحت لها الفرصة للقيام بذلك في السابق لكنها امتنعت. ويرى مشرعون أمريكيون بأن بايدن يفتقر إلى السلطة لتنفيذ الضربات من جانب واحد، وبأنه ترك الهدف المباشر وقام بتنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن والميليشيات الأخرى في الشرق الأوسط، وهو ما انتقده عليه أعضاء في الكونغرس، فيما لم يستبعد آخرون توجيه ضربة تستهدف البنية التحتية العسكرية الإيرانية أو اتخاذ إجراءات غير مباشرة ضد طهران من خلال وكلاء إقليميين. أما الأمر الذي أيده سياسيون ومراقبون على حد سواء هو أن يكون الرد الأمريكي أكبر قوة من المتوقع، فهذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر. وأيضا للحديث أكثر عن كل هذه السيناريوهات المتوقعة واحتمالاتها ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. هناك الكثير من السيناريوهات التي تم طرحها، برأيك ما هو السيناريو الأقرب المتوقع من إدارة بايدن؟
يعني أعتقد أن السيناريو الأقرب من إدارة بايدن هو توجيه ضربة أكبر مما تتوقعها إيران، لأن سياسة الردع التي استخدمتها إدارة بايدن طوال 100 يوم أو أكثر من 100 يوم منذ التوترات في قطاع غزة يعني أدت إلى نوع من الإحساس بأن سياسة الردع غير فاعلة من جانب الولايات المتحدة. هي استخدمت استراتيجية مكونة من 3 عناصر، أولها تحذير إيران من امتداد الحرب إلى نطاق أوسع، الثاني هو تعزيز الدفاعات الأمريكية في سوريا والعراق والقواعد الأمريكية في المنطقة ككل، والثالث هو القيام بضربات متناسبة مع الضربات التي توجه إلى الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة. ولكن يبدو أن هذه الضربات المتناسبة لم تؤثر ولم تحدث الردع المطلوب، ولهذا فإن فكرة الردع الأساسية هو أن يدرك الخصم أن مهاجمة الولايات المتحدة ستؤدي إلى ضربات أكثر مما يتوقع أو تكلفة أكثر مما يتوقع، ولهذا يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بهذه الضربات الشديدة، ولكن يعتقد يعني أنها ستقوم بمهاجمة يعني الميليشيات سواء كانت في العراق أو في سوريا التابعة لإيران، وربما توجه ضربات لقيادات الحرس الثوري الموجودين في سوريا أو في ربما أيضا للميليشيات العراقية التابعة لإيران. هذا يعني أحد الخيارات المطروحة والأقرب من الناحية المنطقية، لأنه كما تفضلتم أن الهجوم على إيران ربما يؤدي إلى مزيد من الامتعاض من عدد من الجمهوريين والديمقراطيين الذين سيطالبون إدارة بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس، على الرغم من أن كثير من الرؤساء الأمريكيين يعني لم يلتفتوا إلى هذا الأمر واعتبروا أنهم في وضع يسمح لهم برد الهجوم بهجوم آخر. بالأمس كما تابعنا أستاذ طارق ارتفعت الأصوات من الداخل الأمريكي لا سيما من الكونغرس ومن أكثر من مسؤول بأنه يجب الرد على طهران بشكل مباشر وأن هذا الرد يجب أن يكون بحجم الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نقرأ وفقا لمسؤول أمريكي رفيع في نيويورك تايمز، أمريكا لا تعتقد أن إيران تنوي بدء حرب أوسع بالهجوم في الأردن، هل هي محاولة تحضير ولاستيعاب ربما غضب الأمريكيين وللتخفيف مما هو متوقع؟ نعم، لا شك أن إدارة بايدن في وضع يعني سيء للغاية، يستتبع منها يعني عمل شيء يعني يحفظ لها ماء الوجه ولا يجعل الرئيس بايدن في عرضة للهجمات من الجمهوريين وتحديدا من الرئيس ترامب الذي يعني اتهمه بأنه ضعيف وغير قادر على الرد. لكن الفكرة في دائما ما يعني يقول البعض هنا في الولايات المتحدة أنه إيران إذا كانت يعني تملك سيطرة كاملة على الميليشيات الرئيسية فهي ربما لا تمتلك هذه السيطرة على بعض الميليشيات المتناثرة أو الصغيرة التي ربما تكون موجودة بالفعل في سوريا والعراق، لكن هذا ليس مبررا في نهاية المطاف، وأن إيران لابد أن تدفع الثمن من خلال توجيه ضربات لعناصرها. لكن فكرة أن يغامر الرئيس بايدن بمهاجمة إيران نفسها هي ليست مستبعدة تماما، هي واردة، ولكن أعتقد أنه سيكون لها مخاطر كبيرة سوف تضعها الإدارة الأمريكية في الاعتبار، خصوصا وأنها يعني أكدت أكثر من مرة أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، وربما تجد من خلال هذه التصريحات التي تقول بأن إيران لا تريد أيضا ذلك وفقا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية أنها لا تريد الولايات المتحدة لا تريد فعل نفس الشيء وستكتفي بتوجيه ضربات مؤلمة لكنها لا تؤدي إلى توسيع الحرب. هناك المزيد للحديث عنه ولكن بعد قليل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ طارق.
أيضا قال مسؤول أمريكي كبير كما كنا نتابع لصحيفة نيويورك تايمز اشترط عدم الكشف عن هويته أن واشنطن لا تعتقد أن إيران كانت تنوي بدء حرب أوسع بالهجوم على مناطق حدودية أردنية. وأضاف المسؤول أن العمل جار لتحديد ما إذا كانت طهران أمرت بهجوم أكثر عدوانية أو أن ميليشيات تابعة لها قررت القيام بذلك من تلقاء نفسها. وتقول نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن طهران تدرك بأن الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة ستكون مدمرة للغاية، وبأن إيران كانت على وشك أن تكبح جماح ميليشياتها في المنطقة، إلا أن الهجوم الأخير بدد هذه الفرضية. وبحسب الصحيفة فإن الرئيس بايدن تعهد بالرد على الضربة ضد القوات الأمريكية في الأردن، إلا أن المحللين يتساءلون ما إذا كان الرد سيكون رادعا هذه المرة. بالمقابل نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس قالت أن واشنطن ستواصل محاربة الإرهاب والمسؤولين عن مهاجمة القوات الأمريكية في الأردن. أما رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون فقال أنه يجب إيصال رسالة للعالم أن واشنطن لن تتسامح مع مهاجمة قواتها، كما طالب نواب في الكونغرس إدارة بايدن باستهداف طهران ردا على الهجوم. واعتبر السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أن الرد الوحيد هو استهداف ما أسماها القوات الإرهابية سواء داخل إيران أو بالشرق الأوسط، معتبرا أن خطاب بايدن ينزل على أذان صماء في إيران. من جانبها نفت الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في هجوم بطائرة مسيرة أودى بحياة 3 جنود أمريكيين في الأردن. وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن هذه الاتهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة. ويأتي النفي الإيراني تعقيبا على بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى وقف التصعيد. كذلك بدورها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن متحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة نفيه وجود أي صلة لبلاده بهجوم على قوات أمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا. واتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بالتسبب في هذه الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا، مضيفا أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على هذه الاستفزازات. وردا على التوترات المتصاعدة، أعلنت إيران أن قواتها المسلحة تعمل حاليا على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي مع رفع نظام الدفاع الجوي إلى المستوى الأحمر. العميد الركن بحري حبيب الله سياري وهو نائب القائد العام للقوات البرية للتنسيق أكد أيضا أهمية الحفاظ على سلامة أراضي البلاد واستقلالها واستقلال نظامها، وذكر أن هذه الجوانب الرئيسية تتطلب أن تكون القوات المسلحة في حالة استعداد دائم. وبالعودة إلى استئناف الحديث مع ضيفي من واشنطن أستاذ طارق الشامي، نرى هناك تضارب حتى في التصريحات الإيرانية بأنها غير مسؤولة عما تقوم به هذه الفصائل. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تقول أن طهران وراء كل هذه الأعمال، وتقول بأن ليس لديها ما يثبت أنها هي من أعطت الأوامر لتلك الفصائل. هذا التضارب بالآراء كيف يمكن تفسيره؟ يعني أعتقد أن الإيرانيين دائما ما ينكرون أنهم وراء أي هجوم، سواء كان ذلك بالنسبة للحوثيين أو الهجمات التي تتم على القوات الأمريكية في العراق أو في سوريا. ومن الطبيعي أن يقولوا ذلك لأنهم لا يريدون أن يكونوا طرفا في هذه الحرب. الاستراتيجية الإيرانية الأساسية مبنية على يعني استنزاف أزرعها وميليشياتها الموجودة في المنطقة، وهم من العرب وغالبا هم من الشيعة وتستخدمهم في هذا السبيل، لكنها لا تستخدم قواتها ولا تخاطر بهم في كل الأوقات ولا تريد لهم أن يصابوا بأذى. لكن في النهاية الكل يعلم والإدارة الأمريكية تدرك تماما أن استراتيجية إيران هي محاولة يعني إخراج الأمريكيين من المنطقة، سواء كان ذلك في سوريا أو في العراق أو في البحر الأحمر وغيرها. والكل يعلم أن إيران هي التي تمول وتدرب وتضع الاستراتيجيات. صحيح أنه أحيانا كما قلت بعض الميليشيات الصغيرة أو المتناثرة ربما لا تأتيها الأوامر بشكل مباشر، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ طارق ألا تدرك ذلك؟ نلاحظ أن هناك نوع من التماهي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة.
يعني أعتقد أنه هذا ربما يكون من خلال التفاوضات التحتية التي لا تظهر في العلن، لأنه حينما يكون هناك خصم أحيانا حين توجد أزمة كبيرة يستوجب الأمر أحيانا بعض الاتصالات من خلال أطراف ثالثة لعدم الوصول إلى نقطة لا يمكن العودة منها مرة أخرى. لكن لا شك أن إيران أخطأت الحسابات هذه المرة، هي تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت عدد من الأمريكيين وأصابت أكثر من 20 آخرين، وهذا في حد ذاته يستتبعه رد أمريكي قوي. هل سيكون هناك اتصال حول طبيعة هذا الرد؟ لا نعلم، ربما حدث من قبل حينما تم قتل سليماني ردت إيران بإبلاغ الأمريكيين موعد الضربات وفي عهد الرئيس السابق ترامب، ولم يؤدي ذلك إلى مقتل أي أمريكي. إذن هناك خطوط يعني يمكن حمراء من خلالها تجاوز هذه المسألة. يعني أود الاستفادة من وجودك معنا بأكثر من نقطة. أولا، لماذا برأيك الأردن؟ ويعني هل تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية بالرد؟ وهذا التأخر هل يعني بأن هناك ضعف لدى أمريكا؟ يعني بالنسبة للقاعدة في الأردن هي نقطة، ربما كانت نقطة ضعف أمريكية، بمعنى آخر أنها لم تكن تدرك أن إيران سوف تصل بها الجرأة لمهاجمة يعني قاعدة موجودة على أراضي الأردن التي هي غير منخرطة في أي نزاع مع إيران، ولا توجد يعني ربما لا توجد دفاعات كافية لدى القاعدة الأمريكية هناك، وهذا ربما شجعهم على القيام بهذه المغامرة. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو ما هو تفضلي به، هل تأخرت الولايات المتحدة الأمريكية بالرد؟ وهذا التأخر هل سيخفف من حدة الضربة؟ لا أعتقد أنه دائما الولايات المتحدة لا ترد في نفس اليوم، يعني تنتظر لجمع مزيد من المعلومات، وربما هي تريد أن تستهدف قيادات مؤثرة يمكن أن توجع الإيرانيين، سواء كانت قيادات من الحرس الثوري مثل ما فعلت إسرائيل من قبل موجودين داخل سوريا، أو قيادات من الميليشيات العراقية مثل ما استهدفت من قبل هذه الميليشيات وبعض قادتها في بغداد، وهو أمر يعني تخلت عنه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لكنها عودت القيام بذلك. صحيح أنه الإيرانيين الآن يضغطون على العراقيين كي يطالبوا بخروج القوات الأمريكية من العراق، لكن لا يبدو أن الولايات المتحدة تستجيب لهذا الأمر، ولا توجد حتى الآن مطالبة رسمية قدمت إلى الأمريكيين من الحكومة العراقية، وهذا يجعل للولايات المتحدة ربما القدرة على استهداف هذه الميليشيات وقادتها، وهو أعتقد ما سيحدث يعني خلال فترة ربما لن تتجاوز يومين من الآن. على كل حال الحديث قد يطول، دائما للحديث بقية معك أستاذ طارق الشامي، أشكر لك هذه المشاركة معنا من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. دان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ما قيل بأنه موقع متقدم على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيدين القول إن القوات الأمريكية المستهدفة تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود. وكان مبيدين قد ذكر في وقت سابق أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية لم يقع داخل الأردن، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية تتواجد داخل الأراضي الأردنية. وقال المبيدين أن ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف والقاعدة خارج حدود الأردن. القاهرة بدورها أدانت أي أعمال إرهابية تهدد أمن الأردن واستقراره، فيما أكدت البحرين تضامنها مع الأردن وتأييدها ودعمها للأردن في جهود مستمرة ضد الإرهاب. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بدوره دان الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، واتهم في تعليق على منصة إكس اتهم الميليشيات المتحالفة مع إيران بتنفيذ الهجوم، داعيا طهران لوقف التصعيد في المنطقة. في غضون ساعات قليلة 3 قواعد أمريكية تعرضت للاستهداف في المنطقة، تبنت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران معظمها،
القاعدة الأولى هي قاعدة تنف في سوريا والتي تعرضت لمحاولة هجوم بمسيرة قال التحالف الدولي إنه اعترضها. وفي سوريا أيضا أعلنت ميليشيات عراقية مسلحة استهداف قاعدة الشداد الواقعة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا عبر طائرات مسيرة، لكن الهجوم الأكبر كان على قاعدة 22 في الأردن وفقا لمسؤولين أمريكيين، إذ قالت واشنطن إن 3 من جنودها قتلوا وتبنت هذا الهجوم ميليشيات عراقية. الأردن مشاهدين نفى البيان الأمريكي الذي قال إن الجنود الأمريكيين قتلوا في قاعدة بالأراضي الأردنية، قبل أن يؤكد في بيان جديد له أن الهجوم استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا. وبالحديث عن القواعد الأمريكية في المنطقة، يقول تقرير قديم لموقع The Intercept الأمريكي إن قوات أمريكية جديدة انتشرت في المنطقة عقب هجوم 7 أكتوبر، ونوه الموقع الأمريكي على رفض البنتاغون الاعتراف بالتعزيز العسكري الجاري في المنطقة رغم إعلان واشنطن عن تعزيز وجودها في الشرق الأوسط لردع الميليشيات المدعومة إيرانيا. الموقع نقل عن خبراء عسكريين توقعاتهم بصراع عسكري مباشر بين طهران وواشنطن عطفا على حشد القوات الحاصل، وأيضا بالنظر لتصاعد الهجمات التي تشنها الميليشيات على المصالح الأمريكية. في الأثناء كشف مراسل الحدث في واشنطن عن أهداف اقترحها البنتاغون والجيش للرئيس الأمريكي جو بايدن للرد على الهجوم الذي أوقع 3 قتلى أمريكيين. دعا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى ضرورة مواصلة العمل على كبح ما وصفه بمحور الإرهاب بقيادة إيران في البحر الأحمر وأماكن أخرى بالشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إحباط هجوما لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وأضاف بيان الدفاع البريطانية أن الهجوم الحوثي كان يستهدف المدمرة HMS Diamond، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في المدمرة. كما شددت وزارة الدفاع البريطانية في بيانها على أن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق، ومن واجبها حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر. وللحديث أكثر عن الاعتداءات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. أهلا بك أستاذ عبد الستار برفقتنا دائما مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الأخبارية. ماذا بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين؟ ما الذي يحدث في البحر الأحمر؟ صباح الخير، وبعد التحية لك وللمشاهدين الكرام. الذي يحدث أن العمليات تتوسع، يبدو أن الخطة الإيرانية نجحت أو هي على وشك النجاح، بحيث أنها أرادت أن تفتح بؤر صراع في مناطق مختلفة في البحر العربي، في البحر الأحمر، ثم في العراق وسوريا وغير ذلك. عندما تنظر أي مقاربة للمشهد بصورة عامة تجد أن هناك بالفعل ما يمكن أن نسميه حرب استنزاف. صحيح أن هذه الحرب لا تأخذ يعني تصعيدا عاليا ومنسوبا عاليا جدا، لكن الحرب تدور، هناك حرب حقيقية الآن، هناك استنزاف حقيقي عسكري ومادي واقتصادي يدور في المنطقة. هل فعلا امتدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى البحر الأحمر؟
أعتقد أن الحرب امتدت، وأعتقد أن ليست فقط إذا انتهت الحرب في غزة، أعتقد أن هناك إرادة لتجربة المصدات الإيرانية التي صنعتها على امتداد 30 عام، وهذه كانت تستعد لمثل هذه اليوم لاستنزاف دول المنطقة واستنزاف الدور الأمريكي، لأن إيران ترغب بالفعل في ملء هذا الفراغ الذي خلفته أمريكا. الطموح الإيراني طموح جموح، طموح قديم مكتوب مدون معلن أنهم السيادة المنطقة، وأن الحدود الإمبراطورية الإيرانية تبدأ من حدود أفغانستان وتمر بمصر والمندب إلى الخليج، إلى بحسب نظرية أم القرى. فهم ربما يعملون، هناك عقيدة، وأصحاب الأفكار العقائدية أحيانا يمضون فيها ولا يقدرون يمكن مآلاتها إلى أين يمكن أن تقودهم. فهم ربما الآن في بداية الطريق، هم يعني هذا التصعيد يدل أن الحرب توسعت وأن هناك تصعيد عالي المستوى، لكنه مضبوط الإيقاع من جميع الأطراف، لا يذهبون لضرب موقع جدا جدا، لكنهم يستنزفون بعضهم في مناطق مختلفة ومنها البحر الأحمر، يعني والحوثي ترس في هذه الماكينة. نعم، ما يقوم به الحوثيون هو تطور خطير برأيك. ما هي الخيارات للرد على الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر؟ موضوع الحوثي يقتضي رزمة مجموعة من الإجراءات إذا أراد هذا التحالف، تحالف الازدهار، أن يتعامل بجدية. أولا وضوح الرؤية حول الجماعة، أن ما تقوم به ستذهب به إلى آخر ما لديها من سلاح ومن صواريخ ومن منصات، وهذا يقتضي أولا تأمين الشريط الساحلي بالتنسيق مع الشرعية. لدى الجماعة الحوثية ما يقارب 200 إلى 300 كيلومتر يبدأ من الجراحي حتى رأس عيسى وميدي وميناء الحديدة. هذا الأمر بمنتهى السهولة إذا دعمت الشرعية دعما جويا ستقدر تأخذ عليه، لأنها كان معظمه بيدها، أو هي كانت على قاب قوسين أو أدنى من مدينة الحديدة. ثانيا أن تكون الضربات متوالية، على ليس على البحث عن المنصات فقط، على التجمعات الحوثية، على المعسكرات، على كل البنية التحتية التي يملكونها، وعدم الضرب بالتخصيط بهذه الطريقة التي تضرب وهي تأخذ مسار دفاعي أكثر ما تأخذ مسار هجومي حاسم حازم. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة التعامل معها كما تم التعامل مع داعش وفي عندما أخذت من سوريا والعراق. حسم الأمر، هذه جماعة أخطر من داعش، وينبغي استخدام الوسائل العليا وحشد الطاقات كلها، لأن هذه المباغتات أو هذا التبادل التناوش بين الحوثي وبريطانيا على هدوء في اليوم، ضربة ضربتين، سفينة سفينتين، صاروخ صاروخين، هذا يقوي الحوثي في الحقيقة، لأنه يجعله في متنفس أنه يغير منصاته ومواقعه ويبادئ إنهاء المبادئة والضرب لكل هذه المنصات وكل المعسكرات وللقيادة الحوثية، كما اصطادوا بن لادن باستطاعتهم أن يصطادوا عبد الملك الحوثي، كما اصطادوا الظواهر. إذا كان هناك جدية في حسم الأمر، هناك مجموعة من القضايا، هذه ثلاث منها، والوقت لا يتسع لنسرد بعض النقاط الأخرى ربما. على كل حال دائما للحديث بقية، نشكر لك كل هذه التوضيحات التي تفضلت بها معنا من القاهرة، الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، شكرا لك. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية حذرت في وقت مبكر من أن إيران تخطط للسيطرة على البحر الأحمر، موضحا أن الحل بالقضاء على القدرات العسكرية الحوثية. فيما يتعلق بالتطورات الحالية في البحر الأحمر، هذا العمل ليس جديد، نحن حذرنا من وقت مبكر أن إيران بتخطط للسيطرة على البحر الأحمر. كل ما حصل اليوم في البحر الأحمر تكلمت عنه في سبتمبر الماضي في الأمم المتحدة، كما أيضا تحدثت عنه في خطابي السابق في الأمم المتحدة، وحذرنا العالم من خطورة استمرار سيطرة هذه الجماعة المدعومة من النظام الإيراني على المناطق المطلة على البحر الأحمر. لا نريد أن نحمل مسؤولية المجتمع الدولي ما حدث في اتفاقية ستوكهولم، لأنه كنا على وشك السيطرة تماما على هذه المنطقة، ولكن نحن نقول اليوم ينبغي أن تتحرر هذه المناطق من سيطرة الحوثيين. العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية، الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة.
الإعلامي قال إن الحكومة اليمنية أبلغتها الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ ضربات دفاعية للتصدي وأحباط الصواريخ والطائرات المسيرة. نحن اخترنا من قبل الأمريكيين والبريطاني، تم اختارنا أن هناك سيتم ضربات دفاعية لإسكات الصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي فهي يعتبروها من منطلق الدفاع عن النفس. وبالتالي أنت تلاحظ أن ما يقوم به الأمريكيين والبريطانيين اليوم هو رد على الصواريخ التي تطلق من الأراضي اليمنية التي تخضع لسيطرة الحوثيين. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة آخر الأخبار، ابقوا برفقتنا مع قناة الحدث. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أحييكم من جديد، فأهلا بكم. أفاد مراسل الحدث أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت لوسط مدينة غزة في مشهد يشبه بداية الحرب، وهي تحاصر أحياء سكنية وسط إطلاق كثيف للقذائف المدفعية، وتستهدف منازل مدنية وسط مدينة غزة وتمنع سيارات الإسعاف من الحركة. كما أفاد أن هناك مناشدات للسماح للإسعاف بانتشال ضحايا ونقل مصابين جراء الاستهدافات وسط مدينة غزة. وللحديث أكثر عن آخر التطورات الميدانية من غزة ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. أهلا بك خضر، يبدو أن هناك توغلات إسرائيلية وأيضا الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء، وهناك استهداف بغزارة وكثافة. كيف تنقل لنا الصورة وكيف هو الوضع؟ نعم فعلا جزال، يعني منذ ساعات الليل وحتى الآن تتعرض المناطق الغربية لمدينة غزة وتحديدا حي الرمال الذي يقع به مستشفى الشفاء إلى يعني عمليات وغارات إسرائيلية مكثفة، وقصف أيضا من المدفعية الإسرائيلية بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية من أكثر من محور باتجاه هذا الحي، والذي تحاصره حاليا وباتت تسيطر عليه عسكريا بشكل كامل، حيث تقدمت الدبابات الإسرائيلية من شارع الحي النصر وأيضا من شارع الجلاء في المناطق الشمالية من مدينة غزة، وأيضا من منطقة الشيخ عجلين مرورا بشارع
الرشيد وايضا وصولا الى منطقه العباس وايضا من منطقه شارع الصناعه في حيتن الهرول ان تتمركز الدبابات الاسرائيليه على مفرق السرايا وبالقرب ايضا من مستشفى اصدقاء المريض وايضا بالقرب من المجلس التشريعي في حي الرمال والذي يعتبر احد ارقى الاحياء الذي تم تدميره منذ بدايه هذه الحرب التي تشنها اسرائيل لليوم الخامس عشر بعد المئه. الطائرات الحربيه الاسرائيليه جيزان قصفت عددا كبيرا من منازل المواطنين في حي الرمال ما ادى الى سقوط العشرات من الضحايا والعشرات من الجرحى والذين تعذر على سيارات الاسعاف الوصول اليهم حيث تحركت سيارتي اسعاف من مستشفى الشفاء ما ادى الى قصفهما وايضا مقتل من بداخلهما سواء من مسافرين او ممرضين ولا يمكن انتشالهم حتى هذه اللحظه بسبب الغزاره الناريه التي تعرض لها من مدينة نعم. هناك أيضا معلومات تفيد بأن هناك توغل من غرب مدينة غزة وبالتالي هناك اشتباكات عنيفة. ما المعلومات المتوفرة لديك؟ الإسرائيلية العسكرية الآن المتواصلة في المنطقة الغربية من مدينة غزة فعلا الدبابات الإسرائيلية توغلت انطلاقا من شارع الرشيد والذي يعتبر الشارع الساحلي هنا في مدينة غزة ويقع في المنطقة الغربية من المدينة حيث جاءت هذه الدبابات من منطقة الشيخ رجلين ومنطقة سيد تل الهوى مرورا بهذا الشارع وأيضا من المنطقة الشمالية الغربية نعم خضر من المنطقة السودانية والآن تتوغل في حي الرمال وتحاصر هذا الحي وأيضا اشتباكات ضارية بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. نعم جدا نشكرك على كل هذه المعلومات التي وفرتها لنا من غزة. كان معنا مراسل حدث الزميل خضر الزعنون شكرا لك. لذلك أيضا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء كما كان يفيدنا مراسلنا في غزة حيث تطلق النار عليه بكثافة كما أفادت بأن غارات إسرائيلية عنيفة وسط قطاع غزة تقوم بقصف مدفعي أيضا بغرب جباليا شمال القطاع. يا شباب وصلوا هسه وصلوا باتجاه دوار عصفوار هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة المبينات لهسا هاي خمسة ستة ست جبات يا شباب غارة عنيفة الآن بجوار مستشفى الشفاء بناية سكنية كاملة غارة عنيفة الآن في هذه اللحظات. وأيضا حول آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل حدث الزميل محمد عوض. أهلا بك محمد برفقتنا إلى هذه الساعة الإخبارية. يبدو أن الوضع في رفح ليس أفضل حالا مما هو عليه في خان يونس. آخر التطورات والمستجدات. لا شك أن الهدوء هو سيد الموقف هنا في رفح جنوب قطاع غزة لكن الأمر مختلف تماما في مدينة خان يونس هذه المدينة التي تتعرض لتوغل بري للأسبوع السابع على التوالي بعد أن وسعت إسرائيل عمليتها البرية ووصلت إلى المناطق الغربية لمدينة خان يونس حيث مشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي الذي أصبح يتعرض لحصار عسكري إسرائيلي من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على مناطق متفرقة مؤدية إلى مجمع ناصر الطبي وكذلك إلى حي الأمل في الشمال من مدينة خان يونس حيث قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات صحفية سابقة بأن الدبابات الإسرائيلية تتمركز أمام بوابات هذا المشفى وبالتالي يصعب تحرك سيارات الإسعاف ويصعب أيضا نقل الإصابات. أما في مجمع ناصر الطبي فمن يصل ومن يستطيع أن يصل إلى هذا المشفى يتم تقديم الخدمات الطبية الجزئية بعد أن نزح الطاقم الطبي في هذا المشفى وهذا تخوفا لتكرار مستشفى الشفاء مع مجمع ناصر الطبي. بعض العائلات هناك في هذا المجمع قامت بدفن أبنائها الضحايا نتيجة هذا القصف داخل مجمع ناصر الطبي وهذا بسبب عدم تمكنهم من الحركة وبسبب أيضا وجود الدبابات الإسرائيلية في مقبرة خان يونس المركزية التي هي أصبحت مكان لتجمع الآليات الإسرائيلية وأيضا هي قامت الدبابات الإسرائيلية بإحداث مسار عسكري من هذه المقبرة حتى وصولا
إلى المنطقة الغربية وإنشاء بوابات إلكترونية والتدقيق في هوية كل من يمر عبر هذه البوابات الإلكترونية واعتقال بعض الشبان. لكن فجر هذا اليوم احتدمت الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تحديدا في محاور التقدم الموجودة في غرب خان يونس، وأيضا الدبابات الإسرائيلية قصفت بشكل متواصل عددا من المنازل السكنية وأيضا الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة في خان يونس. يعني بما أمكن ما وما يتوفر لنا من وقت الجانب الإنساني، خصوصا في ظل الطقس البارد بكثافة النيران التي تمنع ربما أخذ الجرحى إلى المستشفيات، انتشار الأمراض وتكدس الناس في هذه البقعة، لا شك أن الغارات الإسرائيلية حالت دون تحرك المواطنين ودون نقل الإصابات التي تسقط بسبب القصف وبسبب القنص من قبل الدبابات الإسرائيلية. لكن وصول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة فاقم بشكل كبير في الأزمة الإنسانية المتواصلة بسبب الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. هذه الليلة كانت ليلة صعبة جدا على الخيام وصعبة جدا على النازحين الذين افترشوا الأرض والتحفوا السماء بعد أن ضاقت بهم السبل ونزحوا إلى محطتهم الأخيرة رفح جنوب قطاع غزة في ظروف إنسانية صعبة للغاية وغير مسبوقة، وهذا بفعل الأمطار وأيضا بفعل عدم توفر أدنى مقومات الحياة وأيضا عدم توفر السيارات والمركبات والشاحنات التي من الممكن أن تقلهم إلى المناطق الجنوبية وتخفف عن أعباء النزوح. لكن كل هذه المؤشرات فاقمت أوضاعهم، وهذه الليلة كما تحدثنا كانت صعبة، وهذا بسبب انهمار الأمطار وأيضا انخفاض درجات الحرارة. والجميع يعلم بأن الخيام لا يمكنها إحماء الأطفال من البرد والأمراض المنتشرة بسبب التكدس الكبير للنازحين. نحن نتحدث عن أكثر من 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا في هذه البقعة الجغرافية الموجودة في الجنوب الغربي من قطاع غزة، وبالتالي هذا كله فاقم أوضاعهم وطالبوا بوقف الحرب وأيضا مدهم بالمزيد من المساعدات. نشكرك محمد لتزويدنا بكل هذه المعلومات من رفح جنوب قطاع غزة. كان معنا مراسل حدث الزميل محمد عوض. أما في الضفة الغربية فأفيد بمقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات إسرائيلية في بلدة اليمون بجنين، وأفدنا باشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية توغلت في ساعة مبكرة من اليوم تحديدا في محيط مخيم جنين لتنسحب لاحقا من مدينة جنين ومخيمها. أيهم يا شباب وصلوا هسه وصلوا باتجاه دوار عصفور. هاي 1 2 3 4 4 المبينات لهسه. هاي 5 6 6 جبات يا شباب باتجاه دوار عصفور. شباب انت ماي على دوار جميل بالضبط، هاي دوار جميل هاي. وللحديث أكثر عن هذه الاقتحامات المتكررة والمستمرة أيضا في الضفة الغربية ينضم إلينا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك دكتور أيمن برفقتنا دائما. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بالدخول وبالتدمير في مناطق أو في مدن وقرى في الضفة الغربية، ما السيناريو المتوقع برأيك لهذه المناطق؟ نعم صباح الخير جزيل لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. يعني ما لافت للنظر يعني الليلة في اقتحام جنين إنه هذه اقتحامات أصبحت مستمرة،
كان في البدايات التركيز على المخيمات، لكن يعني في هناك أيضا حاليا تركيز على المناطق يعني الشرقية وعلى المناطق يعني الريفية على قلب المدن، وبالتالي أنا أتوقع أنه راح تستمر هذه يعني عمليات الاقتحام، بركزوا بشكل كبير على بعض العمليات النوعية التكتيكية بمعنى الوصول إلى المقاتلين والمقاومين واستخدام المسيرات أو الزنانات على يعني على شكل كبير. ما ميز جنين الليلة أنه كان في هناك شهيد في الريف، يعني كان دائما التركيز على المخيم على اعتبار أنه يعني المقاتلين موجودين هناك، لكن في هناك امتداد يعني في بلدة اليمون ويعبد وقباطي وريف جنين الغربي والشرقي وكذلك في المناطق الأخرى. لذلك يبدو أن التركيز على قلب المدن وعلى الريف، في مرحلة سابقة كان التركيز على مخيمات شمال الضفة الغربية، وكذلك اللافت للنظر استمرار عمليات تدمير البنى التحتية، يعني يستخدموا الجرافات في تدمير شبكات المياه والكهرباء، وبالتالي هذا أنا برأيي راح يستمر في مناطق أخرى في الضفة الغربية. مدى المخاوف والقلق لدى الفلسطينيين من تدمير البنى التحتية، لسيما وأن هناك منظمات تنشط تدعم وجود الاستيطان وتدعم المستوطنين حالة على سبيل المثال، مع وجود أيضا حكومة يمينية متشددة؟ هذه إشكالية كبرى. نعم، هذا سؤال مركزي استراتيجي بأخذ يعني أبعاد كثيرة الإجابة عليه. في هناك تفريغ لبعض المناطق، بعض المناطق التي تستهدف بالتجريف وبالاعتقال والقتل المباشر من قبل جيش الاحتلال، في هناك يعني شكل أشكال التهجير، خاصة يعني الأسر الضعيف، الأسر اللي فيها نساء وكبار العمر، وبالتالي في مناطق كثيرة تم يعني الهجرة منها إلى مناطق يعني أكثر أمنا، وبالتالي هذا جزء من المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة تهجير قلب المخيمات التي تقاوم في مخيم جنين ونور الشمس وطول كرم وبلاطة وعقبة جبر. أنا برأيي في هناك استهداف مباشر. نعم، يضاف إلى ذلك المناطق القريبة من المستوطنات، مستوطنات نابلس يعني المستوطنات التوراتية الأصولية، في هناك استخدام المستوطنين في يعني لاستهداف الفلسطينيين، وبالتالي نعم سنستمر في يعني استخدام هذه المستوطنات واستخدام الجيش لبعض المستوطنين في الأعمال القذرة، وبالتالي نحن أمام مشهد يعني متصاعد، لكن العمليات أصبحت أكثر انتقائية في قلب المدن والريف وفي بعض المخيمات. وبهذا الوقت أيضا هناك اجتماعات حصلت في باريس بحضور رؤساء أجهزة المخابرات لدول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مصر، إسرائيل وأيضا قطر. إسرائيل تتحدث عن مناقشات بناءة بشأن صفقة رهائن جديدة، برغم من وجود يقول نتنياهو بأن هناك فجوات. إلى أي مدى يمكن أن يعول على مثل هذه الاجتماعات وبنتائج هكذا اجتماعات؟ ما هو المتوقع؟ يعني أنا المتوقع إنه هذا الاجتماع الذي تم في باريس يعني بحضور يعني أجهزة الأمن والاستخبارات يعني من الدول الأربعة، يأتي ضمن الضغط الأمريكي. بتعرف أمريكا تضغط بشكل مباشر على نتنياهو وعلى حكومة نتنياهو بالذهاب إلى مسار سياسي وإلى تسوية سياسية في هذه المرحلة، كذلك الإقليم يعني القوى الإقليمية مصر وقطر، وجناح بيني جانس وآيزنكوت وجالنت يرغب في مثل هذه التسوية في هذه المرحلة، لا سيما أن إسرائيل شارفت على الأيام الأخيرة في معركة خان يونس وربما تستعد إلى معركة رفح، وبتعرف رفح فيها حساسية كبيرة في قربها من الحدود المصرية وإمكانية تدفق اللاجئين إلى الحدود وهي المصرية. النقطة الأخيرة التي يمكن للاجئين أن يعني يقفوا فيها. لذلك نعم أتفق تماما، لذلك يعني مصر أيضا تضغط وقطر أيضا تضغط بسبب الوضع الإنساني المأزوم يعني داخل قطاع غزة وبعد صدور محكمة يعني قرار محكمة العدل الدولية، لذلك كل هذه السياقات الإقليمية والدولية تتداعى وتتشاور استراتيجيا من أجل الذهاب إلى هذه الصفقة. من غير المتوقع أن نشهد صفقة في الأيام القادمة، ربما في الأسابيع القادمة، لأنه هذا موضوع كبير، في هناك صفقة تبادل أسرى بالمئات بالآلاف، عدنا لشهرين مقابل نعم تحرير ربما 100 أسير وتبادل بالنسبة للمساجين الفلسطينيين. دهمنا الوقت دائما، نشكر لك كل ما تفضلت به من إيضاحات من جنين. كان معنا الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية، شكرا لك.
قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس إن القوات الإسرائيلية في غزة ستصل مدينة رفح جنوب القطاع قريبا وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وأضاف غانتس خلال اجتماع مع السكان من بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع غزة إن الحرب ضد حركة حماس قد تستمر لعشر سنوات، معترفا بالحاجة الملحة لضمان إطلاق سراح المحتجزين في القطاع. حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية، ما سيؤدي إلى توقف جميع أنشطة الوكالة لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة إكس، معربا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة. بالمقابل أضاف مفوض عام الأونروا أن المنظمات تعتمد على دعم شركائها حتى تتمكن من الحفاظ على استجابتها الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة. قال وزير الداخلية التركي أن السلطات التركية ألقت القبض على مسلحين أو على مسلحين اثنين قتلا شخصا بالرصاص خلال قداس في كنيسة في اسطنبول، ويعتقد أنهما على صلة بتنظيم داعش. وقال الوزير أن السلطات داهمت أكثر من 30 موقعا في أنحاء اسطنبول واعتقلت 47 شخصا حتى الآن، مؤكدا أنه تم القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة. وأضاف الوزير بأن كلا المشتبه بهما مواطنان أجنبيان، أحدهما من طاجكستان والآخر روسي. وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم. هذا وقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإسراع بإلقاء القبض على المسؤول عن الهجوم المسلح على الكنيسة الإيطالية في اسطنبول. إن القبض على القاتل بأسرع ما يمكن كفيل بتهدئة المجتمع بأكمله. وبهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. ندعوكم دائما البقاء برفقتنا ومتابعة قناة الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. يمكنكم أيضا القيام بزيارة لموقعنا الإلكتروني الحدث .net دقائق، وتنضم إليكم الزميلة تهاني الشهاني. ألقاكم بعد ساعة من الآن.